لما تكون رايح شغلك بابا ريم قال لي ان هو ندالك فكره عن حاله ريم او مشوار عادي. ما شاء الله عليها. قابلته ماما والنبي عشان خاطري ما تعمليش معاها زي ما عملتي مع اللي قبل كده. وفجاه يحصل حاجه عمرك ما هتنساها. المهزراتيه. ده انت داخله على سواد. شكلك بتخافي بالضلمه وانا هعلي لك النور. بس ايه ده؟ انت اساسا دكتور. حضرتك ايه ده؟ ده منظر دكتور. احنا بنحاول. واحده فين؟ 30 حلقه. ده نهار اسود. ده جاب الباب كله على الارض. جاي يتصلح غلطتك. غلطتي معلش. هوبا البس. كل يوم فكره جديده. بتحاول بقى انت خلاص. انا ما كنت بمس والله. هات بقى تعالى بسرعه يلا. ايوه الوقت اللي عريني وعرك اهو. اه ولا يا مدام والله لا هتموت. ايها الساده المشاهدون، انتم الان مع المهزراتيه. الغيره اكتر حاجة ممكن تعمل مشاكل، اكتر حاجة ممكن تضايق الراجل وتضايق الست. عشان كده هي موضوع حلقتنا النهاردة. ايوة احنا بنحب المشاكل. مدام سارة قررت انها تعمل مقلب في جوزها استاذ احمد. ايه الجديد النهاردة؟ ان مدام سارة هي الضحية وهتبقى جنبي هنا وهينقلب السحر على الساحر. ايوة عشان تبقي تعملي مقلب في جوزك تاني، مدام سارة هتقعد جنبي وما تعرفش اي حاجة من اللي هيحصل. للأسف اللي هيحصل مش هيبسطك خالص يا مدام ساره. ربنا يستر. كلموا لنا مدام ساره يا جماعه. المهزراتيه. يا دي النور يا دي النور. الله ينورك. منورانا يا مدام ساره. نورك. متحمسه؟ اه قوي. انا عايزك بقى ايه تاخدي نفس كده عشان احنا داخلين نعمل مقلب بقى محترم في الراجل ده. طيب انت اختبرتي الراجل الطيب اللي انا شايفه ده ولا لا؟ لا يعني ما حصلش موقف مشابه انت يعني؟ لسه هتعرف. ايه رايك في مقلب السر بتاعنا؟ مش اي حد بيخش هنا، خلي بالك. ماشي يلا. انا متحمس جدا. وانا كمان. ربنا يستر. توقعاتك ايه؟ لا ما ولا هيعبرها اصلا. انا قلقان. لا 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 انا مطمنه جدا. ولا هيعبرها يعني الدنيا تمام. بص هو احنا هنشوف. انا مش عارف لسه. طب معلش بقى الفضول هيموتني. هو قبل ما ينزل النهارده قال لك هو رايح فين؟ ميتنج شغل. ميتنج شغل والدنيا تمام خالص. آه حلو. فاحنا الايه السيناريو مرسوم. اه طيب حلو. مش خايفه شويه برضو يعني؟ عيني تزوغ كده بتاع. لا واثقه مش هيعملها. ماشي. ربنا يستر. ده ما امسكش ايدي واحنا مخطوبين اصلا. لا ده كده امان. كده امان جدا.
راجل سهل ولا لا؟ هتفكر فيها ولا لا؟ هي دلوقتي قاعدة حط عليها عليك من الآخر، بتشوف قدامك فرصة سهلة زي دي هتعمل فيها ايه؟ مش عايزك تدي اي رياكشن عشان هي فعلا شايفاك دلوقتي. كلام جميل. تمام؟ هما دلوقتي اهو بيتكلموا في الشغل، مش عارف شركة ايه. فأنا جه في دماغي كده حاجة نقلب احنا الدنيا عليها. ازاي؟ بدل ما هي جاية تعمل فيك مقلب هنعمله احنا فيها. كلام جميل. البنت لما تيجي تقعد هتعمل ايه؟ هتجيب معاها سكة ببص بطريقة راجل واقع من الآخر، غمزت لك اغمز لها، ضحكت اضحك، خد رقم، اعمل اللي انت هتعمله، روح اقعد جنبها، هتجيلك هي، شوف هي هتعمل ايه معاك واعمله. هي جايه فاكره نفسها هي الناصحه وهتعمل فيك مقلب، فانت اللي هتديه لها. ماشي. ايه رايك؟ كلام جميل. دن دن فرج، خش الحمام كده، ولا يعني عايزينك تختفي خلاص، انت عملت دورك وزياده. عشان اشوف بقى بالظبط. عايزين نخش على الشغل التقيل، فمش عايزك تدي برضه اي رياكشن، وانا هقوم دلوقتي اعمل نفسي اكني بجيب حاجه وجاي لك على طول. ماشي؟ تمام. بس ثواني كده هروح اجيب حاجه لك. حبيبي اتفضل. هنا بقى بدأت النظرات. ممكن اقعد معاك؟ ايه ده؟ لا ما اكيد هو قعدها عشان ما تقعدش لوحدها، ما هي اللي رايحه له، اكيد مش هيكسفها يعني. ايوه. المهزراتيه. اسمك ايه؟ ايه ده؟ ايه بيقولوا ايه؟ ما فيش شعر تقريبا بياخد رقم. رقم ايه؟ لا اكيد لا. ثواني كده. ما دردش عاديه، ما هي اللي راح تقعد معايا. اسمك حلو قوي. شكرا. كنت مستني حد؟ في الغالب كنت مستني حد. لا يبقى هو. لا طبعا. ازاي؟ لا ما انا شكلي عطلت. لا هو ليه يخفى القمر. انت ساكنه فين؟ انا ساكنه هنا قريب من الكافيه. كنت مستنيه حد؟ لا بصراحه. تمام، بما انك ما كنتش مستنيه حد، يعني يا ريت ممكن تشاركيني قعدتي ديت. اكيد. هو ايه؟ هو جوزك صح؟ اكيد. مش بيقولها مش متجوز. ده عشرة مش ايه؟ بيقولها مش متجوز. ده شرف لي. ميرسي. انت شغالة ايه؟ انا شغالة موديل. موديل اللي هما بيطلعوا في التلفزيونات دول. حاجة جميلة. بتحبي شغلك على كده؟ طبعا، امال هشتغلوا ليه؟ حاجة جميلة. انت طلعت فنانة. ايه ده؟ ايه؟ لا مش عارف. ايه؟ هوريك انا بقى حاجات في تليفوني. ايه رايك في الصورة دي؟ حلوة اوي. جميلة؟ طبعا. عجبتك؟ عجبتني. ايه ده؟ ايه؟ لا بيفرجها على حاجات في الموبايل، بيقول لها سوري وانا في الجيم. شغل شغل. لا شغل. بيقول لها سوري وانا في الجيم. لا شغل شغل. هو شغله وتابعته على تليفونه. سيبك بقى من التليفونات، تعالى نتكلم شويه مع بعض يعني. اوكي. انت شكلك انسانه كويسه وانا استرحت لك. ميرسي. ايه؟ لا عايز اسمع. لا عايز اسمع. انت في حد في حياتك؟ لا. يعني بتحب حد؟ لا. مرتبطه بحد؟ برضو لا. صدقتيني انه مش شغل. ايه عشان انا لازم انهي القصص دي؟ لا بس هي اللي بتجري على فكره. لا ما اكيد اي واحده هتجري واحد كده هيعمل معاها كده.
لا ينفعش عشان المكان بس، بس هو بدأوا يخشوا في كلام ما ينفعش تقال يعني. ما قلت ليش بقى انت ساكن فين؟ انا ساكن في المهندسين. قريب مننا ايه؟ اه. طب امال ايه اللي بيجيبك كافيه هنا؟ في كافيه كتير قريب مننا. جاي الواحد زميل هنا يعني تعاون شغل، في شغل ما بيننا وبين بعضينا، وهو سابني وراح يجيب حاجه، فطبعا كنت قاعد زهقان فلقيتك جيتي فانت شدتيني من حظي. طبعا كان عندي فضول ان انا اقعد اتكلم معاكي. انا مستغرب اصل هو بيقول كلام ما اتقالش من سنه 60 مثلا يعني. ما ايوه انا بقولك ما مش بيعرف الكلام ده يعني. لا. ابو جهل ما كانش بيعاكس كده. لا بس هي اللي بتجاريه فاكيد هيتكلم معاها. مش عارف لسانه تربط من ساعه ما شفتك. في كلام كتير عايز اتكلمه بس مش قادر اتكلم. كل ده ولسه ما اتكلمتش؟ مش عارف اتكلم، لساني مربوط، حاسس ان في حاجه معجزاني مش قادر من جمالك. ده طلع ليه قوي. لا انت بتهزر. لا 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 انت بتهزر. لا ايه ده؟ لا انت متجوز؟ لا طبعا مش متجوز. طب دي حاجه حلوه. ده من حسن حظي. في كلام كتير في قلبي عايز اتكلمه معاكي. ازاي؟ ان انت شدتيني، حسيت بحاجه اللي انت انا اتشدت من ناحيتك في الدقايق دي. اكيد مش كل بني ادم ليه طله زي ما بيقولوا. وانت طلتك زي طله البدر. قديم قوي الكلام ده. ولا قديم ولا حاجه، اللي بيطلع على القلب هو اللي بيجي على اللسان. كويس انك مش متجوز، ودي احسن حاجه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه؟ هو انتوا ساكنين في المهندسين؟ اه. ايه ده ليه؟ لا اصل هي خلاص يعني. خلاص ايه؟ معرفش بيدي عنوانه وبتاع. ده ايه الكلام الكبير ده؟ زي ما تقولي لازم البني ادم بيعيش مره واحده في حياته، ما بيعيش مرتين. ايه اللي انا سامعه ده؟ طب اقول لك على حاجه؟ والله اراهنك انه ما هيكمل عن كده. مش هيكمل هو ايه؟ هو الضحك وخلاص على كده. ده البوكس هيخش عليه. لا 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 اراهنك انه مش هيعمل حاجه تاني. لازم نحب ونتحب، نعيش، نضحك، نبقى مبسوطين. مش حياتنا كلها شغل وعمل. ايه ده ايه ده؟ ايه؟ لا في ايه؟ قول لي. لا مفيش بس. لا هما كلامهم طبيعي على فكره. هو انت بتحبيه؟ اه طبعا، ده عشره. الله 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 الله. لا لا هي اللي مسكت ايده. لا هو مش هيعمل كده، هي اللي مسكت ايده. انت مال ايدك ساقعه ليه كده؟ بيقولوا اللي ايده ساقعه يبقى قلبه دافي. اشك في الجمله اللي انت قلتيها دي. يعني انت بتشك في الجمله دي مش بتشك في كل اللي انت قلته؟ لا مش كل الكلام اللي انا قلته اشك فيه، في كلام لازم يبقى ادم منا بيحسه. بس اسمعي ايه؟ لا اكيد هو مش من الاتنين ماسكين ايدين بعض وخدوا عناوين بعض. وانت اكيد حسيتيه. لا ده انت مهندس وهتتعبنا معاك. ليه هتعبك ليه؟ طب انا عايز اسمع. اه اوكي. انا على فكره قدام الكتاب مفتوح وسهل قوي تقريني. مش واضح بس عينيكي بتقول كلام غير كده. السماعه بس عشان استنى بقى استنى بقى في ليلتك الحلوه دي، اصبر بقى. المهزراتية. يا نهار اسود. لا 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 قالها ايه تاني؟ انا محرج منك والله، مش عارف اقولك ايه يعني. لا بقولك انا عايز اروح له. انا عايز اروح. ما اسيبه هو مبسوط. مبسوط انت هتهزر؟ ده انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه مبسوط ده؟ انا عايز اروح له. ما خلاص فرج انا عايز اروح له. ماشي. طب خلي فرج يجي. حد يا جماعة يوصله فرج. طب يلا يلا يا جماعة يلا. اهو 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 قدام. بس انا حاسسهم مبسوطين لاقيين على بعض اصلا. في حاجه شدتني. تعالي تعالي اتفضلي. حاجه ايه بقى بيعملها يا هانم؟ اتفضلي شوفي البي. ايه ده؟ انا مصدومه فين؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه ده؟ ده كانوا عمالين يقولوا لي لا وهيتجاوب معاها وهيكلمها وهياخد رقمها وانا عماله اقول لهم لا. احمد ما يعملش كده. مسك ايديها. على فكره دي زبوني.
زبونه؟ زبونه ايه؟ شغل. شغل ايه ده؟ دي رقاصه. شغل ايه ده؟ بس ما تغلطيش بشرة. شغل ايه ده؟ عيب. بتغير عليها ولا ايه؟ يعني اعملي في البيت شكله بيغير عليها. شغل ايه ده؟ ايوه شغل. امال انا هتعامل ازاي مع العملاء؟ ايوه عملت ايه دي؟ دي شغل فيها ايه دي؟ عيب. شغل ايه دي؟ عيب يا ماما. عملاء حلوين قوي. انا مش عارفه اقول ايه. انا مش عارفه اتكلم. ايه اللي انت بتعمله ده؟ انا اتصدمت. عمالين يقولوا لي لا وهيتجاوب معايا وهياخد رقمها، وانا اقول لهم لا لا مستحيل يعمل كده. في الاخر انت بتعمل كده اصلا؟ بعمل ايه؟ انا بعمل ايه؟ بتعمل ايه مع العميله؟ بتمسك ايد العميله؟ انا قاعد معاك. شو معاك؟ شو معاك؟ شو كل ده؟ انت ما عملتش اي حاجه؟ وانت عامل بس ايه ده؟ بس شويه كده على نفسك بقى. انا اللي انت بتعمله ده شغل؟ اه شغل. شغل؟ امال انت ايه؟ هتمشي ورايا في كل مكان؟ انت شايفاني انا فين؟ قاعد في مكان عادي. كل مكان ايه انت؟ انا يا ترى دي بقى اول واحده ولا دي مين دي؟ اي واحده من الشارع كده؟ دي كام واحده انت بتعمل؟ بتقول لها هش؟ لا لا والله العظيم اتصدمت فيك قوي. اتصدمت ازاي؟ اتصدمت فيك قوي. انا مش عارفه اقول ايه. ليه قررتي الشر؟ ما كنت في بيتك قاعده. ليه قررتي تعملي كده في جوزك؟ عمالين يقولوا لي لا هيتجاوب معايا وهياخد. والله العظيم قلت لك كده. قلت لها راجل زي وانا اقول لهم لا مستحيل مستحيل. ده عشان خاطر حتى بنتنا. لا كمان بنتكم. قلت لها انك انت انت بتشك فيا. اه انا بقيت اشك فيك اصلا. اخرتها؟ اه اخرتها. انا بقيت اشك فيك اصلا. هي دي الشكه بتشك فيك؟ انت ماسك ايديها فوق. سكت في ثقه ايه فوق يا حبيبي؟ رهنتي مين؟ لا يعني انت بتصدمهم وبتكدبين انا؟ اه مصدقهم هم وبكدبك انت عشان اللي شفته بعيني. شفت ايه بعيني؟ انت مستفهم الموضوع. شفت انت خاين إيه؟ مراته ماسك ايديها. يا عم ده بس واحد اللي في قلبك انت يا بابا. شفت انت ماسك ايديها؟ ماسك ايديها ازاي؟ ازاي كده اهو مع بعض. شفت ايه؟ ومش عايز اتصدم. مصدق فين الصدمه اللي انت اصطدمتيها؟ يا نهار اسود ده انت قلبك حجر. قلبه حجر فعلا. انت زينا. لا انا اتصدمت فيك اقسم بالله. ايه صدمتي؟ انت صدمتي؟ انت شرانيه اتصدمتي؟ عامله ايه انت هتكدب اصلا؟ انا اللي عامله فيك الحوار ده. انت اللي عامله في الحوار ده؟ انا اللي عامله فيك الحوار ده اصلا. واقول لهم لا احمد مش هيعمل كده واحمد عمره ما هيعمل كده. واحمد الملاك البريء. يابا بس اهدى انت على نفسك بس. واحد الله إيه؟ واحد الله بس اهدى انت كده. واحد الله في قلبك اهدي. انت مالك متنرفزه ليه؟ اهدي. المفروض اللي انا اعمل ايه؟ اشوف حضرتك بتمسك ده وابقى هاديه يا ماما. ده معاد شغلي يا ماما. طب حضرتك قول لي بقى اللي انت بتعمله. انا هاديه خالص. قول لي بقى اللي انت بتعمله ده. يا لهوي. على فكره انت فاهم الموضوع غلط. ده معاد شغل. شغل ايه؟ انا بقول لك انا اللي عامله فيك اصلا. طب اهدي بس. انت متخلف. انا اللي بقول لك ان جايبها لك اصلا. انا اللي عامله فيك كده. طب انت تجاوب معاها. طب اهدي. ده مجرد مسك ايديها. انا عايز اتكلم معاكي بس. ايديها وموبايلات. ده مجرد خد رقمها. طب اهدي. انا عايزك بس تهدي عشان نعرف نتكلم مع بعضنا ونتفاهم. طب انا عملت ايه؟ انا ما عملتش حاجه يا عم. بس واحد الا بس اطلع مني. انا عايز ابرر لك موقفي بس. ايه برر؟ ايه هتبرر؟ يا ماما دي عميله. ده شغلي وشغلي بيحكم عليا كده. هما كل العملاء بتوعك بتمسك ايديهم. انت شايفه كده؟ بقول لك صفتك. انت شايفه كده؟ انت شايفه ده صح؟ انت شايفه ان انت بتعملي صح كده؟ اخر زمن. شايفه ان انت اتفرحتينا كده وسط الناس كده؟ شايفه ان الايد والموبايلات. شايفه كده الناس تتفرج علينا صح؟ رجاله اخر زمن. رجاله اخر زمن. بس شايفه انت صح كده؟ لا انا اللي غلط. انت اللي غلط. اه انت اللي صح. ده جزاتي في الاخر. بس ايد العملاء بتوعك دول اللي صح. ده جزاتي في الاخر. استاذ احمد ايه الملاك البريء ده؟ ايه الملاك ده؟ جزاتي في الاخر. جزاتك ايه؟ عامل بص الناس كده. انت مش مكسوف من نفسك؟ انا اللي جايبها لك. انا اللي عامله فيك اصلا كده يا ماما. بس ايه دي؟ طيب انت اصلا يا عم واحد الله بس. انت في قلبك ايه ده بس على نفسك كده؟ عامل مين ده؟ انا اللي جايبها لك. متعصبه؟ اه متعصبه عشان تبقي تعملي مقلب تاني في جوزك. لا 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 انا مش قادره. انا مش هكمل. انا مش هكمل الموضوع ده. لا انا مش قادره. خدي بس. لا 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 انت بس. طب بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ لا 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 انت انت بس انت اقعد بس. اقعد انت. لا لا انا مش هكمل يا جماعه. خلاص انا مش هكمل. خلاص هدينا. مفيش اهل. مفيش اهل. لا مش هكمل والله. هدينا. لا مش هكمل. ايه اللي انت هدينا؟ ايه هدينا؟ انت شايفه ماسك ايدي عمال يهدينا. طب اسمعني. لا مش هسمعك. ما الراجل مش بيقلق. انت خلاص. ده لا يا سيدي ابعد عني بقى. انا مش هكمل الحوار ده. خلاص يا جماعه. لا ما الراجل مش بيقهوى. ماليش دعوه. ماليش دعوه. الراجل بياخد ودي معاك. انا اللي شفته بعيني. انا اللي شفته بعيني. خلاص خلاص يا جماعه. انا مش هكمل. ابعد عني بقى بعد اذنك بقى. انا اعمل ايه دلوقتي؟ طيب اعمل ايه؟ هو الراجل مش عايز حد. انا مش عايز اشوف. طب الراجل مش بيقهوى. طب ابعد عني كده بعد اذنك. ما هو مش بيبجح يا ساره. يا سيدي بعد اذنك ما تتكلمش معاها. طب ما انا ساكت. انا مش عايز اشوف حد. طب خلاص اهدي. طب ابعد عني. اهدي اجيب لك ميه. طيب اهدي. لا ميه ولا قهوه. ابعد عني. طب خلاص خلاص اهدي. طيب اهدي. مفيش اي حاجه. هو مش بيجح يعني؟ ما قالكيش انا اه مسكت. بعد اذنك ابعد عني. انا ساكت. خلاص اهدي بقى. اهدي بقى. مش هشوف حد تاني. خلاص هدينا. مش هعمل حاجه. هنبوظ الدنيا يعني. انا عرفت ان هو مش. خلاص مش هعمل حاجه. طب خلاص اهدي بقى. اهدي بقى. اهدي. ما بنعملش كده خالص. مش ده اللي احنا متفقين عليه. اهدي وكل حاجه. اللي هو بيعمله اللي احنا متفقين عليه. هو ده اللي احنا متفقين عليه. لا مش هو ده اللي احنا متفقين عليه. ماسك الايد والموبايل. هو ده اللي احنا متفقين عليه.
لا اهدي بس اهدي، انا اعرف كل حاجه احنا متفقين عليها، بس اهدي اهدي بقى اهدي خلاص. هتروحي طب انت رايحه فين؟ انا هطلع مليون على بيت بابا اصلا. اوعى اوعى بعد اذنك يا معلم، ما تقولي بتقول لك بيت بابا يا سيدي. اوعى انت بقى ليا، اوعى ما تلمسنيش. هقول صوره جت لاسوع، ما تلمسيش. هيمسك ايديكي، ما هو مسك ايديها. طب اهدي طيب، انا هشرح لك. هيمسك ايديكي زي ما مسك ايديها. اهدي. لا انا إيه استنوني جاي لكم، بحب الحفلات دي موت. انا بقول لك اوعى بقى كده، انا بقول لك بعد اذنك اوعى. انا اروح لبيت اهلي وهم اللي يشوفوني، وانا اخد بيتي واروح بيت اهلي. طب ايه ده بس؟ طب ايه ده يعني؟ اوعى بقى، اوعى بقى. بس 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 هكمل. خلاص هتضربيني تاني. هو سخن شويه، سخن شويه، والبنت برضه حلوه. ايه ده حلوه انت كمان، حلوه انت كمان. طب انا طب خلاص بس بتضرب ضرب في المسطره. ايه هقول لك على حاجه صغيره، الراجل ده بريء. مش انت كنت رايحه تعملي مقلب فيه؟ هو اللي عمل فيك المقلب. احنا متفقين معاه برضه. فكري لا 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 لا، انتوا بتدافعوا عنه. والله ايه ده؟ طب اصبري بس، طب انا اقول لك، هقول لك بس. بس بنتي وهم يتصرفوا معايا. طب انا هقول لك بس. طب هقول لك والله العظيم افهمي مني السبب. طيب افهمي مني السبب. اشمعنى كنت موافقه تعملي فيه مقلب؟ افهمي بس، افهمي السبب. طب افهمي السبب، افهمي السبب. ما زي ما انت وافقتي فرج دخل بس السبب بس على القصه كلها، وقال له هنعكس المقلب وهتلغيك وخليك معاها واعمل وسوي. انت شايفه كان بيقول ايه؟ ايه الظلم ده؟ كانت ايده بتترعش. لا لا انتوا بتدافعوا. والله العظيم هندفع. ما كل ده متسجل. الراجل ده بريء. طب ماشي عديني. الراجل ده بريء. لا 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 لا، ما كل ده متسجل. لا 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 لا. طب ايه طيب؟ طب ايه؟ طب هتفهمها انت بقى يعني. انا هفهمك ايه؟ انا اللي عامله فيك اصلا. انا اللي جايبها. هو اللي عامله. انا هفهمك بقى. انا اللي متفقه معايا هم. طب ايه؟ طب ايه؟ لا لا. طب عايز انت مراتك وانت بقى فاهم الدنيا. حاول تفهم ان انت كمان اللي عامل. وحيد الله، وحيد الله. انت اللي عامل. لا اله الا الله. اهدي بس، مش انت كنت متفق؟ ايوه انا اللي عاملاها فيك وانا اللي جايبها لك، وانت اتناديت معايا. اوعى بقى بعد اذنك كده. طب ما ده يتصرفوا معايا كده. طب انا قايل له خلاص. طب اهدي بقى، اهدي بقى خلاص. انا اللي قايل له يا سيدي الكل. ايه انا اللي قايل له يا تمام؟ احنا مين؟ احنا اتفقنا عليكي نعمل فيك انت المقلب خلاص. ايده كانت بتترعش وهو ماسك ايديها. ايه ده؟ على فكره انا اللي عملت فيك المقلب، انت اللي عملت فيها المقلب. اسالك سؤال، لو كان المقلب ده اتعمل فيك كنت هتذيعه؟ اذيعه. روح الرياضيه بقى هنا. بص بقى، بص الفرق بين وش الرجاله والستات. انا مش مصدق انت المقلب اتعمل فيكي واتعكس عشان كان جواكي شر في الاول، ولو شفتي في التلفزيون عكس ده ليكي حق بقى. مش ما كل ده متسجل. هفهمك. بص هتتفرجي في التلفزيون، لو لقيتي عكس ده ليكي حق. وحسابكوا في البيت كل ده متسجل. حلو، اتفاق. خلاص اتفاق. نذيع نذيع. ها بس على الله. ايه ده؟ خلاص خلاص بجد انت بتهزر؟ والله العظيم بتهزر. والله العظيم انا مستفقه معاكم ان انا اعمل. انت بتضربيني؟ طب خلاص خلاص خلاص. انا هعمل المقلب وهو يعمل المقلب. خلاص خلاص خلاص. لا اوعى بعد اذنك كده. احنا مع الرجاله. يعني انت بتقلبها عليا؟ ايوه بالظبط كده بالظبط. يا لهو على الحب والعاطفه، عاطفه جياشه. اسمي اشعر. اسمع نذيع، نفسي اسمعها. خلاص بقى خلاص. قولوا له مزيع. اسمع نذيع. خلاص بقى بص. لا لا يلا 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 نذيع. نشوفكم بكره في حلقه جديده من المهزره.